سلام يا صاحبي. الأرض بنازل 11 خز بجسم عندي بس 10 صابة قمدش عينيك ارمش إذا سامل تحملنيش هاي المهم مش راجع قول لا أمك نك مش راجع سمعتك فيلم الابن بتفن الام مش الام تتفن الابن هيك الحياة بتتم صدره بنزل برجع بطلع سيبوني أحكي حركي رموشك إذا بتسمع هاي روسيا عبس كليت ذاكر وإحنا ولاده تلي بنسرق منهم لأنه عندهم وإحنا ما عناش طب قوم شفة وإذا سأل كيف أوصل للبيت قوله عشان توصل بدك طيارة مش بس كليت وإنتو لا تحكموا ذا إنتو مش دايقين هم ما عرف إنه بيبيع سم لو يبعت إمه على الحجم طيطوا في الحارة في إمبريزا بي وان تصلوا بالإسعاف قولوا لهم في كتير نم نفرح فيك يا عريس بدي أشيلك عالكتفين جيب الدف وزيد نوط يزين عرسك عرسين نفرح فيك يا عريس بدي اشيلك عالكتفين جيب الدف وزيد نوط يزين عرسك عرسين عشو اللمة خلوه يتنفس خففوا لي ضغط واللي اسعاف تصلوا كذبوا قولوا يهود انطخ من طخه للتمين نتهبل عبعض اصل عرب اللي تخيل عبعض سيبك منهم انا هون بس انا وياك ذاكر الاستاذ في حصة رياضيات قالنا 9+9 يساوي 18 وذله جيب لي 90 بطلع لك ام 16 ولما سأل هل دارس مسرحية قلت له بعرف الشكسبير بس بعرف كم تاجر بندقية مش فاهم مش عم يجاوب حد يتصل يسأل ليش اسمكم يسعف اول اذا بتيجوا بالاخر نفرح فيك يا عريس بدي اشيلك عالكتفين جيب دف وزيد نور يا زين عرسك عرسين نفرح فيك يا عريس بدي اشيلك عالكتفين جيب دف وزيد نور يا زين عرسك عرسين لما البوليس سألك تعرف مين بيجيب لي سموم هن قلتله طبعا بعرف مين بيجيب الحكومة مش بيجوا من برا البلاد انتو حرس الحدود لا عنا سفن لا جيبات ولا رخص طيارات قلت لا امك انك نمت عند اصحاب قالت لك سمعت بالسجن قلتلها يما هناك كل اصحاب واحنا احنا مش الاصحاب احنا العيلة شارينا قنينة لانك راجع مع قصة الليلة بصحتك بصحتك يا ناس حد يساعده يرفع ايده بحاول يضرب معي كاس دير السيارة ديرها مش هستناهم بكرة انا وياه بنضحك في نص مستشفياتهم انت امسكهم من اجري بامسك راسه انا بلا بلا سلام يا صاحبي رمى راسه لورا نفرح فيك يا عريس بدي اشيلك عالكتفين جيب دف وزيد نوك يا زين عرسك عرسين نفرح فيك يا عريس بدي اشيلك عالكتفين جيب دف وزيد نوك يا زين عرسك عرسين